الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، الأقصر بلدنا اللي بحبها وبعشقها، الأقصر اللي بنتظر مهرجانها من السنة للسنة. مهرجان الأقصر ده من المهرجانات المحببة لينا، احنا عيلة مجتمعين كلنا مع بعض. هو من أهم المهرجانات، مفروض لازم تدعم من كل الدولة من فوق ومن تحت. هذه الدولة لروح الفنان العظيم عمر شريف. مهرجان سينما الحاجة اللي أنا بحبها، عمود في أكتر مكان فعلا برتاح فيه في العالم كله، ده لي مكانة خاصة عندي. دايما بشوفك في الأماكن بتعملي تنشيط للسياحة كده متطوعة لوحدك. هنكون معاكم وقنوات النهار والأقصر بلد. أحلى النجوم مع بوسي شلبي، الاثنين 11 ونص مساء على النهار. هذا البرنامج برعاية